كنتواجدوا اليوم في الحفل ختام الموسم الدراسي الجامعي بضيافة اتحاد طلبة موريتانيا المقيم بمدينة القنيطرة. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. هذه دعوة كريمة لهذه تقريبا هذه السنة، كان شخصيا كنكمل السنة العاشرة يعني عقد من الزمن في إطار العلاقة اللي كتجمعني مع اتحاد الطلبة الموريتانيين على مستوى مدينة القنيطرة من سنة 2012، وكنحمل معايا جريدة أول مجلة أفاق اللي صدرها الفرع هنا في قنيطرة، واللي كان أمين عام آنذاك هو أحمد. فشاء الصدف أنه هذه السنة يكون أخ الأصغر هو المنسق، وهذه من الصدف الرائعة جدا. فمن هذا المنبر هذا كنبغي نحيي الأمين العام المركزي والأمناء ديال اللي جاو من المدن الجامعية، والسي محمد محمود الأمين العام ديال اتحاد طلبة الموريتانيين المقيمين في مدينة قنيطرة. كنحيي أيضا الرؤساء ديال اتحادات الطلبة الأفارقة ورئيس منظمة الطلبة المقيمين بقنيطرة لسيزان. فهادو كيف ما شفنا اليوم وعشنا هذا الحفل البهيج، واحد الدينامية كبيرة جدا عند الطالبات والطلبة الموريتانيين، واحد الحب عارم للمملكة المغربية والشعب ديالها. فبطبيعة الحال هما مدين يديهم وحنا مدين يدينا، التعاون المثمر للأجيال. فهذه 10 سنوات راها أجيال وأجيال وناس تخرجوا وخدوا مناصب عليا في موريتانيا. هذا دليل قطع التعاون المثمر في المجال الدراسي ما بين المملكة المغربية وجمهورية الموريتانية الإسلامية. فكنتمناو جميع المتدخلين والمسؤولين في مدينة القنيطرة أنهم يقدموا يد المساعدة للطلبة، سواء طلبة الموريتانيين أو غير من البلدان الشقيقة، في إطار توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شفاه الله ودام له النصر وتأييد. فمرة أخرى شكرا للطلبة الموريتانيين على هذه الدعوة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله. معكم سلامة كرباري، مسؤولة المالية للاتحاد القنيطرة بالمغرب. أولا وقبل كل شيء نشكركم على القدوم وعلى تلبية الدعوة وعلى هذه المقابلة جد رائعة. وثانيا نتمنى الشفاء لجلالة الملك محمد السادس. وأيضا أريد أن أقول لكم أنني أشكر كافة الموريتانيين الذين حضروا هذا الحفل القيم، الذي بدونهم لم نكن نستطيع أن ننير هذا الحفل، وشكرا لكم جزيلا. الله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئا بدء أود نشكركم على إتاحة هذه السانحة. في بداية هذه المداخلة أتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، كما أشكر السلطات المغربية ملكا وحكومة وشعبا على حسن الضيافة. هذا النشاط يأتي في نشاطات من بين أنشطة أخرى ينوي المكتب الحالي لاتحاد الطلبة المتدربين الموريتانيين بالقنيطرة تنظيمها، وهذه مجرد بداية. نمد يد العون لجميع أطر القنيطرة والجمعيات الخيرية والجمعيات الفاعلة في العمل النقابي من أجل توطيد العلاقة. هذا النشاط هو اختتام العام الجامعي، أقمناه من أجل تكريم الطلبة الموريتانيين الذين بذلوا القالي والنفيس ومثلوا بلادهم أحسن تمثيل، ونالوا أخيرا شهادة تستحق علينا نحن كاتحاد هنا تكريمهم أولا على هذه الشهادة، وعلى تمثيلهم لبلدهم في بلدهم الثاني أحسن تمثيل. نشكركم مرة أخرى، ونتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، ونشكر المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد منياه، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب الاتحاد المركزي. حضرت هنا مع الإخوة في مكتب الاتحاد بالقنيطرة في هذا الحفل الذي هو في الحقيقة احتفاء بانتهاء العام الدراسي، تم خلاله تكريم بعض المتفوقين وفقرات مختلفة.
وبالتالي كان في أثناء ذلك انتهزنا هذه الفرصة وننتهزها الآن لشكر المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على ما تقدمه وما قدمته خلال عقود طويلة ولا زال متواصلا للطلبة الموريتانيين هنا الذين لا يشعرون نهائيا أنهم في الغربة بل يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني. أيضا نشكر للطلبة الموريتانيين حرصهم الدائم على تمثيل بلدهم وعلى كونهم سفراء لبلدهم في وطنهم الثاني. السلام عليكم، اسمي الكريم الأمين محمد أحمد le président de la 6e section régionale Kinitra. Tout d'abord je remercie le président de l'association de Mauritanie sur Kinitra de nous avoir invité à prendre part à cette activité qui est notamment la clôture de l'année scolaire académique 2021-2022. Ça a été très bien organisé. De passage, je le félicite, lui et ses membres de bureau, de l'avoir organisé. Ce n'est pas facile d'organiser une activité à Kinitra depuis le Covid et tout ça. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas organisé. Et à titre de rappel, la Mauritanie est un pays membre, une communauté membre active de la CESAM Kinitra. Parmi les 36 pays membres de la CESAM Kinitra, ils participent souvent aux activités de la CESAM. C'est une communauté que je l'aime. En dehors de mon titre de RG de la CESAM, je l'aime très bien parce qu'ils sont très dynamiques, sur Kinitra très bien organisés. Leur association fait partie des associations les mieux organisées. Elles organisent de très belles activités. Et dernièrement, à la CAN, CESAM Kinitra qu'on avait organisé, ils nous ont fait de très bons matchs depuis le début de la CAN. Ils ont même allé en demi-finale. Il y avait un de leurs joueurs qui était meilleur buteur, je les félicite. Félicitations à eux. Et je suis très fier au nom de tous les Césamiens de Kinitra et à mon nom propre en tant que président de la Césame Kinitra. Je les remercie encore une fois de plus de nous avoir invités pour cette activité et je les félicite d'avoir organisé cette activité qui a l'honneur de prendre part la Césame Kinitra, le SG du Niger et leur SG secrétaire général national et notre grand frère ici qui nous a beaucoup aidé, c'est notre tonton que j'allais dire, qui a beaucoup plus aidé la Césame et aidé la communauté mauritanienne et comorienne depuis 2012. Ça fait 2 années qu'il est à côté de l'association sur Kinitra. Il nous a vraiment aidé et j'espère qu'il va continuer à aider Inch'Allah toutes les associations qui viendront sur Kinitra. Donc c'est dans ce cadre que cette année Kinitra, après le Covid, les activités ont redémarré. Toutes les associations commencent à faire des activités. Ça donne une très belle image à tous les étudiants africains sur Kinitra et en même temps dans le souci de l'intégration des étudiants africains sur le Maroc, on se sent très bien à l'aise. On remercie Sa Majesté le Roi Mohamed pour nous avoir accueillis à bras ouverts dans son pays. On vit très normalement, comme les frères marocains, on est tous ensemble. Donc sans plus tarder la parole, je vous remercie encore une fois de plus. Le comité de presse, je vous salue et merci de nous avoir honoré et de nous avoir donné le micro de votre antenne, Inch'Allah. On vous invite notamment la semaine scientifique et sportive et culturelle que la CESAM Kinitra qui organise le 23 juillet, ça sera à l'université, Inch'Allah. On aura le plaisir d'accueillir les grands messieurs qui vont nous accompagner. Et même vous, on invite tous les gens de Kinitra. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.